يقول: في بلدنا يوجد قانون التأمين، وتعرضت لحادث سيارة وكسرت أسنان الأربع الأمامية والأربع الأخرى شبه معدومة، فهل يجوز لي أن أأخذ قيمة التأمين لأقوم بعمل تركيبة أسنان؟ أنت عليك بمطالبة الجاني، عليك بمطالبة الجاني بأرش جنايته ودية الأسنان، تطالب الجاني، هو الذي يؤدي إليك الدية، ولا تطلب الشركة أو شركة التأمين، تطلب الجاني الذي جنى عليك. نعم.